متابعي قناة انفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاسا سيتي. في هذه الحلقة هذه غنطرقوا الملف تاع المتقاعدين. علاش؟ لأن الحوار الاجتماعي لم يستجب لهاد المتقاعدين المغاربة، ماشي ما استجبش ولكن أيضا لم يتم طرح ملف المتقاعدين، الأمر اللي خلق واحد الجدل في صفوف مجموعة من المتقاعدين اللي قالوا بأن الحكومة يعني بحال تتخلص منهم مباشرة بعد نهاية المسار ديال العمل ديالهم في هذه الوظيفة ولا في هذه الشركة، والعكس اللي تيكون في مجموعة من الدول الأوروبية اللي ستبقى مواكبة المتقاعدين وتتوفر لهم يعني كل سبل الحياة الكريمة. من أجل مناقشة القضية نستضيف السي محمد العلوي، الكاتب الجهوي لمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة الدار البيضاء، وأيضا السي عبد العزيز الرجاء رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب. السي العلوي مرحبا بك. مرحبا وشكرا على الاستضافة. السي عبد العزيز مرحبا بك. مرحبا ونشكركم على الاستضافة. بارك الله فيكم. سي العلوي، في خلال الحوار الاجتماعي المتقاعدين كانوا يعني تينتظروا كما هم الموظفين بان تكون الحكومه تستجيب المطالب ديالهم، ولكن تيقولوا بان ما تجبدش هذا الملف تاع المتقاعدين. يعني في رايك علاش ما تجبدش ملف المتقاعدين في الحوار الاجتماعي الاخير بين النقابات والحكومه؟ بادئ ذي بدء، بعدا بغينا نشوفوا الاصل، لان اي حكومه جات وهي ديما كتقول بان كتهتم بالشق الاجتماعي، ولكن ملي كنشوفوا في الحقيقه ان كنشوفوا على ان هذه غير ترهات واقوال اللي هي فارغه. والدليل هو ان هذا الملف هذا ديال المتقاعدين وفي هذا الحوار الاجتماعي اللي تم وهذه الزياده اللي هي تعلنات عليها، تعلنات على الوظيفه العموميه 1000 درهم على 500 درهم 500 درهم تماما، ثم استثناوا القطاع الخاص واحد، واستثني منها اللي هذا خصو يكون واجب وطني المتقاعد. علاش؟ ما عرفتش علاش. لا، واش كاين ضروري مع اي زياده الموظفين خصنا نزيدوا المتقاعدين؟ عالميا هذه مساله معترف بها دوليا. المغرب الوحيد اللي ما كيزيدش المتقاعد ديالو. واش كيخليه حتى يمشي يموت او تيخليه انه هذيك المرحله ديالو غير مرغوب فيه؟ هذا الاجابه خصها تكون من طرف الحكومه. علاش ما زادش المتقاعد؟ وحنا كنعرفوا على ان المتقاعد ادى واحد الدور في الوظيفه العموميه او في القطاع الخاص، وسال المهام ديالو بامراض وبمشاكل اللي هي كثيره، وفنى العمر ديالو في الوظيفه وفي خدمه الوطن، على الاقل استحقاقا للحق انه خص يتنصف وتعطاه واحد. لا غير مناسبه هذا السؤال راه مهم جدا. علاش مهم؟ لان كاين في القانون ديال المعاشات الفصل 44 مكرر ان المتقاعد يستفيد من كل زيادة تطرأ على الفئات الناشطة مباشرة. كما تستفد هذيك الفئات الناشطة تستفد المتقاعد، يعني بحكم القانون هذا بالقانون فصل 44 مكرر. لكن دابا كنا عندي في بورتابل نقرا عليكم هذيك الفقرة. هذا ولكن الحكومات متقاعدة اش دير؟ لان المتقاعد مثلا في الوظيفه العموميه ملي تيخرج عن طريق تيحسبوا ليه ذاك الرقم الاستدلالي. الرقم الاستدلالي تيخرج به هو تيتقاعد. هنا الحكومات متقاعده للزيادات، لا من عند عباس الفاسي ولا من بعد ولا اخره، من تيزيدوا واحد الزياده جزافيه باش ما تمشيش مباشره لذاك الرقم الاستدلالي وباش ما يطبقش هذاك القانون. يعني واحد عمليه شيطانيه، يعني واحد نقول لك انا شيطانه هذه المساله باش ما تزادش لهذاك الموظف كذا ولا هذاك الاجير ولا كذا، تيتم زياده جزافيه 10% من هنا و10% من هنا ولا 5 كذا 5% حتى ما يتحطش ليه في ذاك الراتب الاساسي ديال ديك الفئات الناشطه، وبالتالي ينعكس تتنعكس هذيك الزياده على المتقاعد على المعاشات ديال المتقاعدين. شحال تقريبا تاع المتقاعدين اللي كاينين الان حاليا في المغرب المدنيين؟ المدنيين ما يقرب واحد ما يفوق 200 جوج المليون، ومازال كل عام تزاد واحد النسبه كبيره. يعني جوج المليون يعني عدد كبير. بطبيعه الحال، لان ملي كنجيو نشوفوا السن اللي مسموح به في الوظيفه العموميه هو كان في من قبل 60 سنه، وملي جا السي بن كيران الله يجازيه بخير، هذاك السيد راه تهلا في الموظفين وتهلا في المتقاعدين. زادهم شويه في بطبيعه الحال، لان خصو يقتلو قبل ما يخرج. هو راه بغى يقتلو قبل ما خصو هو تيخرج عادي يموت، ولكن هو بغى يقتلو عادي يمشي يموت. فهمتي؟ دونك هذا هو الاشكال، وهذا هو المشاكل اللي حنا خلونا حنا كناس سويين كانسان سوي انك ما بقيتيش تعرف الحقيقه فين كاينه، فما بالك ان هاد الناس هادو
انت كتكون كيف قال الاخ الكريم الانسان اللي كيكون عنده واحد نشاط معين كيكون نشيط وكيأدي الدور ديالو ومحاسب على الدور ديالو في الوظيفه اللي كيقوم بها. ملي كنجي انت غير محاسب السي بن كيران تقاعد وخدا 7 مليون في الشهر ياك واجهز على جميع المكتسبات ديال الناس ديال الوظيفه العموميه وعلى صندوق التقاعد. هذه المساله هذه راه معروفه وباللجنه التقصي اللي فيها بعض الاشياء اللي خطيره اللي خص الراي العام خصو يعرفها. اذا بالنسبه لنا حنا كنشوفوا على ان هذا المتقاعد هذا لم ينصف ولم يتم الرحمه بالنسبه لهذا الموظف او هذا الاجير اللي فنى العمر ديالو في خدمه الوطن. باش تشوف بان المتقاعدين والميت نتاع المتقاعدين حتى يعني ما تيتمش التطرق ديالو حتى بشكل يعني اللي هو يستحق المناقشه. ما تشوفش بان يعني هما الحلقه الاضعف بالنسبه للملفات الاجتماعيه اللي كاين عند الحكومه. لا دابا حنا الى حيت اي واحد تهضر على المتقاعدين تيقول لك صافي راه سالوا المسار ديالهم صافي الله يجعل البركه داك الشيء اللي تيشدوا الله يجعل البركه. المتقاعد حنا في هيئه المتقاعدين المدني بالمغرب كما كان عندنا واحد الشعار خالد من تاسيس وحنا دابا في اي محطه من المحطات دابا تنديروا تنكونوا المكاتب الجهويه على الصعيد المغربي وفي كل محطه عندنا هذا الشعار هو كرامه المتقاعد من كرامه الوطن. علاش؟ لان سيدنا صاحب الجلاله نصر الله كان دعا الى ما يسمى بالدوله الاجتماعيه. ولكن فين هاد الحكومات كيفاش تتكرس هاد كيف يتم تكريس هاد الدوله الاجتماعيه والتنزيل ديالها وهو كما قلتي انت دابا المتقاعد والفئات المتقاعده مهمشه ومقسيه بواحد الطريقه ممنهجه. لان يعني كما في الحوار الاجتماعي راه الحوار الاجتماعي غالبا دابا حتى النقابات جبنا النقابات انا مع احترامي النقابات والاحزاب انا ماشي ضد النقابات غير هذوك واحد المجموعه ديال النقابين هما راه متقاعدين دابا اللي شادين النقاب كان من الاولى هما يهضروا على المتقاعد. حنا كفي الهيئه حنا بعدا تنتمنوا هذيك الزياده اللي زادوا للاخوان فئات النشطه وكذا ولكن تيبقى الملف ديال المتقاعد علاش اللي ما في هذه المخرجات ديال الحوار الاخر واللي قبلنا ما تمش التطرق ديالو وحنا كنا داون هذا الحوار الاخير لان بصراحه انا كنوقع لنا صدمه صدمنا ملي خدم ذاك المخرجات ديالو صدمه وزادها في التصريحات الاخيره من وزير التشغيل اللي تيقول لك بان الملف ديال اللي قال بان الملف ديال المتقاعدين او اصلاح التقاعد هو مشكل عويص محطوط وان السيد رئيس الحكومه اول ما وقع على ديك الحفاظ وخطيره واحد الموت كتبت الحفاظ على المكتسبات ديال هاد الناس بحال قال بحرف ديال هاد الناس اللي خدامين او الشغيله خدم الى حين تنزيل اصلاح بمعنى ملي غيتنزل هذاك الاصلاح ما غتبقاش دوك المكتسبات وقال بان المكتسبات الناس اللي شغيله ما جبتش حتى كلمات المتقاعد باغي يصلح متقاعد غياب عن المتقاعدين واخا ما تشوفش السي العلاوي بان الملف تاع المتقاعد النقابه تتحمل فيه المسؤوليه ما تتاخذوش بان يعني ملف اساسي بالنسبه لهم ثم كمنظمه في المنظمه الديمقراطيه للشغل يعني كيفاش تفاعلوا مع وكيفاش تتعاملوا مع الملف تاع المتقاعدين؟ اول نقابه على الصعيد الوطني اللي تفاعلت مع الملف ديال المتقاعدين هي المنظمه الديمقراطيه للشغل فتيح ماج اشارتهم ما تكونوش في الجلسه ماشي كتبناها لا احنا مقصيين من الحوار والحوار ماشي النقابات الاكثر تمثيليه هذه مساله خاطئه ان ملي كتكون واحد المساله كتهم المجتمع والاطياف اختلاف اطيافها ما خصناش نبقاو نديروا هذه المساله ديال هذه سياسيه هذه مساله سياسيه لازاحه واحد المجموعه من الناس صادقين وباغي المصلحه العليا للبلد دونك شنو كنديروا كنقصيو بطريقه وباخرى كيندير عندهم واحد المنهجيه راهما متمرسين في هذا المجال ديال 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 ما غاديش نقولها بواحد المصطلح اللي هو دارجي ولكن راه غادي الفهم يفهم ان باش نبدا نقصي مجموعه من الناس ومجموعه من النقابيين هاد النقابيين راه عندهم واحد الفئه عريضه اللي كتمثلهم وهاد المساله هذه ديال ان متقاعد الجل متقاعد ونزيد نتمل القول ديال الاخ ان هذاك النقابي اللي هو ما بغيتوش تفعلوا هاد 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 المساله ديال ديال ديال
ما يسمى بالملف ديال النقابات اللي خصو يدوز القانون ديال النقابات اللي ما بغاش يتفعل لغرض في نفس يعقوب. هي الحكومه تدور تاهم من فضلها عندهم لانهم علاش ما بغاوش يدوزوا عندهم مصلحه فيه. اقسم باش يدوزوا داكشي اللي بغاو باش يكونوا صراحة مابقاوش نبداونا. ولكن اللي كيبقى فيه الحال هو ان ملي كنجيو نشوفوا ان النقابات اللي اكثر تمثيليه, وهنا ديما تنقول انا في جميع المداخلات ديالي بين عارضتين, هذه ملي غندخلوا في ما هو نتعمقوا غادي نعطيو واحد الكونستا ديال كل نقابه وكيفاش كتمرس باش يمكن ليها تاخذ هذيك المجموعه ديال اللي كتولي اكثر تمثيليه. ها ما غاديش نبداو ندخلوا في هذه الحيثيات لان احنا عارفين شنو كاين وعارفين الواقع, ولكن كنقولوا احنا امه واحده وجسد واحد. اذا تالم عضو من اعضائه فالجسد كله يتالم. هما لا كيشوفوا المصلحه الخاصه. وهنا فين لا انا باش نكمل لك هذه القضيه ديال علاش ما جبدوش الملف ديال في الحوار الاجتماعي المتقاعد. راه ملي كنجلس وكنهضر على جميع الفئات المجتمع المغربي, راه ملي غادي يتم الاحصاء ما غاديش يقول لي لا انت متقاعد ما غنحصيكش. هذا راه باش نحاولوا باش نفهموا شي مسائل اللي هي خاصها تفهم. خصنا هذا الشيء صافي, خصنا نديروا ليه واحد الخط احمر, وخصنا هذا الشيء نلوحوه ورانا لان جاي 2025 كاس افريقيا وجايه لا كوب دي موند كاس العالم 2030. خص المجتمع ديالنا يكون شويه راقي. واخا بالنسبه لكم انتم بنيتم كهيئه تدافعون على المتقاعدين المدنيين, واش تفتحوا نقاشات حوار مع النقابات الاكثر تمثيليه؟ احنا فقط كهيئه هذه المره في كل حوار كنا تنراسلوا هاد النقابات وتنقدموا لهم مذكره مطلبيه. اللي هي شنو؟ في واحد المجموعه بخلاصه ان اولا الاهتمام بهذه الفئه, ثانيا من صحيا لان اغلب بعد الفئه المتقاعدين راه يخرجوا واحد مجموعه الامراض. راه خدم هو 25 كما قال الاستاذ العلاوي صغير خدم في الزهر ديك احسن ما كاين العمر الذهبي. ومني تيخرج خارج واحد مجموعه ديال الامراض. ومني تيمشي يبغي يدوز تيطلبوا له يعطيه شيك كارونتي. ومني تيبغي سميتو هذا البريزون شارج شي ما تيقبلوش ليه شحال من حاجه, وتيدوزو في الاخر تيعطيه واحد تيخلص واحد الطرف اكثر ربما اكثر من داك اكثر من التعويض. بغينا هذه المساله هو الاصحاب خصوصا هذه مهمه, هو ان واحد المجموعه ديال المتقاعدين عندهم واحد المعاشات راه يندالها الجابين. راه حشومه يكون عندنا في المغرب ان المتقاعد هما رغم ان قال لك ما طلعنا 1000 درهم راه كاين اقل من 1000 درهم تياخذ في الشهر. 1000 درهم في الشهر. 1000 درهم. حنا دابا حنا كهيئه نطالب بالتسقيف يعني يكون حد ادنى ديال المتقاعد على الاقل 3500. اقل المتقاعد ياخذ 3500 وطالبنا بها شحال, وطالبنا بواحد المجموعه ديال الاخوان مثلا اللي قلت صحاب كاين الاتفاق ديال الهزالة في الاجر الشهري بالنسبه للمتقاعد تدفع من بعض المتقاعدين, واخا كانت الامراض اللي يعني تتخليهم يبحثوا عاوتاني عن عمل باش يديروه في الوقت السن اللي هو متقاعد. لذلك استاذي الناس ولا تسعى. انا نقول الناس تسعى, وخصوصا دابا تصور انت من تيموت المتقاعد كان عنده 1000 درهم شحال تلقى لمراته؟ تتبقى لها 50% الرتيب الشهري. تبقى لها 50% تختار تبقى عند الوليدات. راه هذه مصيبه ديال الوليدات, راه مصيبه ديال كان جبت استاذ القضيه التعليم والوليدات. الوليدات شحال تعطيك واحد التعويض ديال 300 400 درهم في الشهر. الوليد 21 عام تيحبسوه عليك. دابا الوليدات شحال تيقرا؟ راه تيبقى 30 عام وتيقرا باش ياخذ الدبلوم ديالو. يعني هذيك الفتره كلها ديال تيعاني منها. الا بقى المتقاعد حي ولا مات غتبقى الارمله ديالو تعاني منها, لان تيبقى لها غير النص ديال ذاك المعاش ولا بقات تعاني منها. واطفال دابا كان سمح لي كان واحد الوقت سمح لي وغناخذ وقت كان واحد الوقت الوالدين ملي كانوا تيتقاعدوا ولكن كان عندهم واحد الهم انه تيقريك وتيحول ما يدير رغم الاميه رغم كذا والظروف اللي كانت يستثمر في الولد. دابا لا, دابا راه ولا المتقاعد باقي الدري عنده 30 عام 40 عام وباقي هو تيصرف عليه وتي لان اما خدا الدبلوم وراه عاطل ما خدامش, واما ما يميسرش ليه الله في القرايه
المهم ما دار شي تجارب اخرى وما زقاتش لا ولا معاق ولا كذا ولا وقع شيء. يعني اغرب متقاعد النبات يفكر في ولادهم اكثر كيفاش يصرف على ولده. في الوقت اللي كان والدينا تينتظرونا حنا غنصرفوا عليهم. ما كانش يفكروا في قضيه التقاعد. الصوره القاتمه دابا تاع الميف تاع المتقاعدين في المغرب، الا بغينا نخرجوا منها كيفاش خصنا نخرجوا؟ خص يكون واحد الحكومه خصها تحاول باش تشرك جميع الفرق الاجتماعيين بما فيهم حتى الجمعيات ديال المجتمع المدني، ويديروا واحد يبركوا يديروا جلسات ويشوفوا المشاكل. جلسات فلوس ولا شي مسألة؟ بلاتي بلاتي تسهل عليه المأمورة في الحياة. اليوم حنا غادي نمشيو دابا غير نقدر نسمعني سير على ونقدر نزيدك نقدر نزيدك واحد 500 درهم ولا 1000 درهم، ولكن فاش تمشي للطبيب تلقى مشاكل أخرى. يعني واش الحل هو في الزيادة في الأجر ولا في تسهيل الحياة بالنسبة للمتقاعدين؟ دابا في النقاش اللي كان مع الأخ رئيس المتقاعدين المدنيين راه شال واحد المسألة مهمة، هو أن بالنسبة للفترات السابقة اللي كانوا والدينا كيعيشوا بواحد الراتب اللي هو كيقدروا يمشيو به الوقت. شنو كان؟ ما كانش عندنا مدرسة خصوصية. نعم. كانت عندنا المدرسة العمومية. إذا ما كناش كنمشيو نصرفوا، كنصرفوا يلاه دوك الكتيبات، وتا دوك الكتيبات كان واحد الثمن هزيل. مزيان. اليوم كل شيء باغي يبدا يغتني من طرف على ظهر الفقير. نعم. الغني يزيد غنى والفقير يزيد فقرا. دابا هذا هو الإشكال اللي كاين، لأن ما كاينش واحد روح وطنية وواحد الضمير اللي غادي نمشيو حنا نشوفوا بان هاد بلادنا محتاجه لواحد التكافل الاجتماعي. والتكافل الاجتماعي خص الجميع خصو يراعي، ما يبقاش الانانيه وتبقى غير النظره اللي هي كنشوفوها دنيا بالنسبه لي انا وبعدي الطوفان. هاد المساله تضر بالبلد وكتضر بوليداتنا وضر بوليداتنا. كما قلت السي علاوي كما طرحتي قبيله، راه المدرسه ملي كانت ذاك الوقت ديالنا كان المدرسه البريفي راه كانت تمشي لها الكساله ولي مطرودين من الغسالة. صح صح. ودابا هذه حاليا حنا تابعين فرنسا، راه فرنسا راه سبه ان انت تدي ولدك المدرسه البريفي. شوف الحل انا نعطيه لك، هما الحلول كاينه والاقتراحات حنا بالنسبه لنا كاينه. حنا بالنسبه لنا مثلا ناخذوا كل قطاع يقوم بالناس بالموظفين ديالو، لا من ناحيه السكن اللي كان بكري ملي كانت فرنسا راه كانت كتراعي الموظف، كتعطي اول حاجه ما كيبدا العمل كتعطيه سكن باش يكون مرتاح. هنا لا قلب على راسك، سير سكن فوق شجره ولا راه حنا راه عانينا ما كاينش مشغوليش، جي لي في الوقت. خصو يطبق عليك هو القانون، هو ما يطبقش القانون ويطبق عليك انت القانون. اذا هذا هو الهبال مزيان. اذا هذه المساله واش هي صحيه يا غير صحيه؟ ملي كنشوفوا داك السيد اللي هو محطوط في داك المنصب هو غير مؤهل، لان ملي كيبدا كينظر بطريقه اللي هي غير صائبه. لان علاش؟ هو خاوي. والدليل هو ان هاد المجموعات النقابيه اللي هي كتدافع على راسها وكتدافع على الناس ديالها. ونرجع مكان لواحد المساله، انا ماشي كنضرب في الاخوان، بالعكس خصهم يراجعوا نفوسهم، لان هذا راه مجتمع مغربي، لان كيهمني ويهمك ويهم الاخر ويهم الاخر. خصنا نكونوا يد وحده، وعندنا اعداء خصنا نكونوا متحدين باش نحاولوا نمشيو لما هو احسن وافضل. العيش الكريم راه خص يكون بالنسبه، راه خصك تشوف، ماشي تشوف راسك انت، شوف الاخر كيفاش كيعيش. هنا فين كيكون هذا الاسلام كيقول خصنا نتكافلوا فيما بيننا ونحاولوا نهزوا بعضياتنا. مزيان. ملي كنجيو نشوفوا ان بالنسبه مثلا هذا عيد الاضحى اللي جا دابا، ها هما الناس دابا الاكثريه ديالهم كيقول لك ربي احنا ما قادرينش على هاد المبالغ اللي كاينه 83 درهم بالنسبه للسردي. انا غنبدا نسمي لك غنقول لك، لان بالنسبه لي انا غنشري شحال 12 كيلو اش غندي بطانه باش غادي نمشي نعيد؟ انا بطانه فيها 12 كيلو، راه فيها 12 كيلو. داك الشيء كان 83 12 غتهزو شنو غتشري؟ يلاه يقول لي انت ما عندكش. كانت الدوله في ذاك الوقت اش كدير؟ القطاع كتهتم به بحال الماليه مثلا. نعم. لو ان جميع القطاعات يراعى لهم كيف ما يراعى الناس الموظفين الماليه، حنا ما كنحسدو حد، ولكن تكون الانصاف يكون المناصفه. مزيان. كنعطيه مثلا هذاك لو 13 مو شهر 13 باش كيمكن لك تمشي تسافر به والى اخره. الناس راه كيعطيهم شهر 13 و14. مزيان. حنا راه ملي كيخرجوك يقول لك سير الله يعاون عونك، سير في حالك. مزيان. ثم الكبش كيعطيهم فلوس ديال العيد وجميع المناسبات،
راه والو الراتب ديالنا كنشريو منه كل شيء كل شيء كنشريو كنتقداو من هذاك الراتب تهضر على الموظف ما بالك بالمتقاعد الموظف ديال قطاع التعليم انا نهضر على الناس ديال التعليم فما بالك المتقاعد فما بالك المتقاعد لان كما قلنا نرجعنا للمخرجات اللي تبقى تتابعوا هذه الشارجه تبقى تابعه لانه واش ماشي مواطن راه حتى هو تيهزك فيفا وتيخرج وتيتقدى وتيمشي بحالو بحال ديك الفئات الشاغله اللي تزادها مثلا حنا ما تنحزهمش الله يزيدهم وداك الشيء قليل في حقهم هاد الزياده الاخرى كان غادي تزادهم كثر ولكن هاد المتقاعد راه نفس الاجراء اللي تيدير هو ربما اكثر ملي تيكبر صاحبي تيولي هو الشيفور ديال الدار تيولي هو تيتسخر للدار تيولي مقابل المريض وهو مريض وتيقابل المريض يعني واحد الحاله واحد لي شارج كثار من هذاك الشيء ديال الموظف تتزاد هو يعني القضيه ديال الحلول كما قلتي كما قال ذكر الاستاذ العلوي من بين الحلول اللي ذكر كاين مجموعه الحلول حلوه ان هذا القانون اللي كاين بعدا بالنسبه للموظف اللي تيقول لك بان اي زياده تتزاد خصها تزاد في المعاش علاش ما تتزادش؟ ثانيا بالله عليك نعاود نكررها راه لا يعقل باش يبقى متقاعد ياخذ من اقل من 3000 ولا 3500 درهم كيف ما ادنى معاش خص يكون 3350 راه تنشوف الناس كيفاش راه الكلا ما بقاتش المعيشه راه غادي تتزاد الا مشيتي بالنسبه للاحصائيات ديال المندوبيه الساميه راه عطات واحد الاحصائيات تتخلع لا في قضية ديال الارتفاع للمستوى ديال المعيشة التضخم سميتو واحد 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 النسبة ديال 43% يمكن ديال واحد المجموعة ديال العائلات اللي نزلت جميع مواد المقاصة ملي الزويد بهم وكيقول لك بالنسبة للحكامة والاجتماعي بلاتي واش واحد اللي كتقول انت بانه كيشد نصف الراتب اللي توفى السيد مات لم ينصف ومات والزوجة ديالو عندها ابناء تعيل ابناء ما عندهاش امكانيات وهي بالنسبه للعيش ديالها هذيك لا تسمن ولا تغني من جوع اذا بالنسبه لها هي ملي غنجي نشوفوا على ان مثلا البوطه طلعات والمازوط طلع ليسانس طلع وفين غنوصلوا هنا باش غادي يعيش هذا السيد هذا واخا الصوره القانونيه جميع المواد الغذائيه زادت كيقول لك صندوق المقاصه واخا صندوق المقاصه ما يمسوش واخا الصوره هذه وكاين واحد المشكل اخر اللي هو التهكم على صوره المتقاعد يعني المتقاعد هو الانسان اللي تيلعب ضامه المتقاعد هو الانسان اللي ما عنده ما يدير تهد الصوره تضر نفسانيا قلت احنا انا الفكره الاولى ديال تكوين هذه والله الا كان الاصل ديالها هو الكرامه المعنويه قبل الماديه ومن الكرامه المعنويه هو نحاربوا هذه الصوره اللي كانت ديال المتقاعد راه مقابل غير الماء ويصدروا بنيات ويتفضوا ويلعب ضامه وكذا نزيدك سيدي احمد راه في المغرب وفي مراكش كاين دي سونتر خاصين بالمتقاعدين اللي يجوا من برا اللي يجوا من برا تيجيو تيدوزو فيهم تيتمتعوا بهم هنا دي سونتر كاين في مراكش وكاين علاش هادو ما يتفتحوش في وجه المتقاعدين المغاربه بواحد الثمن رمزي ولا في كذا انا نرجع لك الاسباب الاسباب والمسببات اللي جعلت اننا نوصلوا لهذا التهكم بالنسبه لهذاك المتقاعد الدوله ساهمت في تشويه صورة المتقاعد كيف؟ ان ملي كنجيو نشوفوا على ان هذاك نقارنوا نديروا واحد مقارنة ما بين الناس ديال برا والناس ديالنا ديال المغرب وقلنا بان المتقاعد كيتزاد عالميا والمغرب ما كيتزاد تريال مازيان هذا دليل يوضح جليا على ان هذاك المتقاعد بالظروف اللي كيعيش انه ما عندوش شي مجال اخر يمشي فيه الا هذاك المجال اللي هو كيلقاه باش اللي ترويع النفس مزيان دونك ما عندوش كيفيه اللي غادي يروح بها على النفس ديالو غادي يحاول باش 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 باش, باش يدير شي حاجه اخرى من غير هادشي فلسفيا كنجيو نشوفوا على ان الانسان اللي كتكون كيخرج مرتاح ماديا كيمشي يسافر تيخرج وليداتو تيمشي يكتشف العالم هاد الناس هادو وخلاو في واحد البقعه صغيره وزادوا زيروا عليه باش يتخنق ويموت سالينا اذا واش هذا هو التكافل الاجتماعي هذا هو الاهتمام بالاخر واش هذاك بلاتي نمشي معك بعد من ذلك الناس في واحد الفتره معينه اللي كانت الوقت وقت كنتي كتلقى الشعراء النبغاء فينا هو الشعر دابا فينا هما الشعراء جيب لي شي شاعر جيب لي شي كاتب جيب لي شي واحد اللي هو غيبيع
ما كاينش واخا باش نسالوا الحلقه السي العلوي باش نسالوا الحلقه العالميه باش نسالوا الحلقه القضيه ديال الشعراء. والله العظيم الا دابا انا في هذيك الصفحه الصفحات اللي داير ديال فهاد الهيئه الا الناس باقيين تيبدعوا وباغيين يعطيو وقال لك حنا مستعدين نطوعوا ونعطيو وكاين الشعراء كما قلت وناس يكتبوا مقالات والله ما التطوع والابداع هذا هو باش نختم الحلقه ديالي سي عبد العزيز ما تتشوفش باننا ما تنستافدوش من التجربه تاع الناس المتقاعدين في مجموعه من القطاعات تنخليو هاد المتقاعدين مضاربه غير مع طرف الخبز ومضاربه مع المشاكل اليوميه راه هذه اللي علاش انا جدت الزياده انا مجموعه المتقاعدين يقول لك اسيدي فتحوا لنا البيبان باغي نساهموا حنا عطيونا هاد الشباب اللي تيخدموا انا نكونوهم وبتطوع مجانا فتحوا لنا البيبان عطينا في الغادي لا في مجال التعليم ولا في مجالات اخرى احنا باغيين احنا سيدي عطيونا احنا نكونوا انا غادي انا غنختم باش غير نقدر نختموا الصندوق المغربي للتقاعد بلاتي باش نبين لك خليك نكمل هذه الفكره لان داخله في قضيه الحلول لان نختصر يعني كما قال احنا كاتبين جميع الجهات باش نكون لا نقابات ولا مجلس رئيس مجلس البرلمان المستشارين صيفطنا رساله مذكره مطلبيه لرئيس الحكومه وفيها مجموعه المطالب لحد ما تفاعل معنا حتى شي واحد ما اتصل بنا لا نقابه لا مجلس المستشارين لا النواب لا فرق لا احزاب لا هم اتصلوا بنا بمعنى شكون يبقى عندنا؟ قعدنا الباب ديال قدامنا هو السبته العاليه بالله السبته العاليه وراه رجعت واحد الخطاب انا خديته من الجريده ديالكم الانفاس في الافتتاح ديال الدوره الخريفيه العاشره راه كان سيدنا قال واحد المقاله وما نجملها عندي مقوله تيقول لك علاش دابا حنا هذا المواطن في الاخر تيقول لك انا غنلتجا لسيدنا لان ما لقاش الادارات حلت لي المشاكل وسيدنا قال لك انا اعتز من الاتجاه ديال المواطن وافتخر باش نجي نقضي لي غرض ديالو وطالب هاد الجهات وهاد المسؤولين تقول لهم يعني خصك تحاول تحلوا المشكل ولا المشكل كبير عويص كما قال هو وزير التشغيل قال لك مشكل التقاعد مشكل محطوط عويص سي العلوي بالنسبه للصندوق المغربي للتقاعد ملي كيجيو مثلا دابا بالنسبه لهم هما غادي يشوفوا اننا بدا بن كيران بذبح المتقاعد وغادي يكملوا عليه يسلخوه الحكومه في التفاوض اللي غيجي بالنسبه للموظف اللي غادي ياكل راسه 8 سنوات غادي يخرج مسكين غادي يبداو يحيدوا ليه داك باش يخرج مرتاح خصو يحيدوا ليه من الرزق ديالو بلا ما نعرفوا على انه راه حتى الضريبه على القيمه المضافه ملي راه حشومه وعار اننا نطبقوا على المتقاعد خصو يخرج ما خصهاش تبقى على هذيك الضريبه خصها تعيد تزول خص الدوله تفهم هذه المساله هذه راه خصنا هو نزيدوه نعطيوه مزيان ثم ان هذا بالنسبه لهم الحلول ديال الصندوق المغربي للتقاعد الا بغاو مثلا هذا صندوق المعاشات والى اخره خليو الناس اللي باقيين اكتيف باغيين هما يزيدوا ويزيدوا مازال باقي يعني يعطيو يكون اختياري لا غير حنا ماشي الزامي اللي هو اسمح لي اللي وصل لواحد المستوى كاين اللي مريض مسكين مريض وصل لواحد الحاله اللي هي اللي انت كتشفي هذاك بالعكس نشوفوا لي صيغه باش يمشي يتقاعد واللي باقي اكتيف يغطي على وبلاتي غير بلاتي باش نطرح المتقاعد باش نبقى في المتقاعد انا ما غنزيغش على المتقاعد بالنسبه لهاد الناس هادو ملي كنجيو نشوفوهم على انهم باقيين اكتيف سون اكتيف وباقيين يعطيو وباقيين يبدعوا جينا الابداع وقلتي على انه بالنسبه لهاد الناس هادو خرجوا ولكن عندهم واحد المجموعه كل واحد خارج بواحد الممارسات وبواحد الثقافه اللي تقريبا الخبره اللي عنده يعطر فيها ويكون فيها الناس اللي جداد فتح لي غير الباب الناس اللي جداد اللي جاو دابا لان بالتسيير والتدبير مثلا بالنسبه للاداره راه هذاك السيد اللي دوز واحد فتره معينه في الاداره وفي التسيير والتدبير مؤهل باش يكون وباش يعطي اضافه لهاد الناس اللي هما المشكل نتعاقدوا معاهم انا مع احترامي لجميع رجال التعليم فوق الرصيد ديال الناس ديال التعليم واش في التعليم مي تيبغيو في الملوك واش يدخلوا كاين ناس ديال الميدان تيجلسوهم باش تحل المشاكل التعليم راه ما تيدخلوا تيجيبوا ناس تيقنقرات تيجيبوا ناس اخرين خارج الميدان هما اللي تيجيو اللي قالوا موضوع اخر سي هذا ما بغيتش ندخلوا فيه انا غير بغيت باش نختم الا كان ممكن انت اللي غادي تختم انا غير قضيه ديال احنا قلنا كما التجأ غادي نلتجأوا للسلطه العاليه بالله احنا كمتقاعدين
باش هو ينصفنا، لان انتظرنا الكثير من هذه الحكومات المتعاقبه وما لقيناش شي حاجه. ودابا وما يسمى باصلاح فعلا هذاك الموضوع كبير، ودابا فيه شي تسريبات. موضوع تاع اصلاح تقاعد ملف اخر غادي نطرحوا ان شاء الله. السي العلوي شكرا جزيلا على قبول الدعوه. مرحبا، وهذا واجب، وكنتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن. السي عبد العزيز مرحبا بك مره اخرى، وشكرا على قبول الدعوه. تنشكركم حنا، تنشكرك دورنا القناه ديالكم، وهذا الدور ديال الاعلام اللي خص يكون ديما بحال هكا في مواكبه جميع المواضيع وجميع المشاكل ديال الفئات الاجتماعيه في المغرب. وتنشكركم لان حنا تنعرفوا هذه القناه والمصداقيه ديالها، ولهذا حنا مرتاحين، وحنا راح اشارتكم في اي وقت مرحبا. شكرا، شكرا سي عبد العزيز، شكرا متتبعي قناه فاس بريس. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كاسا سيتي.